اي اكمل وياكم الفيديو تاريخ 6/5/2022 الساعه 11:20 صباحا مصادف يوم الجمعه. هاي نقطه النهايه مالتي، بس احب اسولف لكم. قبل تقريبا حوالي شهر صارت فيها حادثه، جينا هنا تقريبا العصر انا وصديقي، على السريع احكي لكم، الله شاهد، طلعنا من المغرب هذا الطريق، شوفوه هسه جاي اسولف لكم بالعوده منه، وهيج وصلنا لي غادي، شفنا اكو شيء اسود يمشي بين الاشجار، فركت عيوني صعدت لصاحبي قلت لك شو ذاك بين الاشجار يمشي، شنو هو؟ مغرب مغربيه. قال لك هاي بنيه تمشي، قسما بالله العظيم اجينا على نفس المكان، نفس المكان اللي تمشي به الشجره اللي وقفت يمها، اجينا دورنا قلبنا الغابه قلابه انا وصديقي، منا جاينا احنا بدراجه ما لقيناها، اختفت. وانا بهذا المكان هسه جاي امشي وحدي، معقوله اكو واحد جايب له بنيه هنا جاي شلون يمارس الجنس وياها؟ يصير هاي الحالات مو ما تصير، بس انت من تجي دور المكان تبحثه قلبه قلب ما تلقى بي شيء، وين تقول هذا المخلوق وين راح؟ هاي البنيه اللي لابسه اسود وين راحت؟ جين انس الله اعلم. اللي يشوف هذا الفيديو خلي يسولف لي على تجربته ويا الغابات وشلون يمشي وحده، واذا انت طالع بغير بلد اكو غابات مسكونه، الجن يطلع بالنهار وما يطلع بالنهار، يعني يراويك نفسه مثلا يبين لك وين هو موجود. هذا المكان راح يكون هو نقطه انتهاء هذا الشارع، تشوفوه اكو بشر جاي يمشي، بس وين؟ بعد مسافة عني تقريبا حوالي بالفيديو جاي اشوفهم، بعد مسافة حوالي كيلو وين او اكثر. هذا نقطة الانتهاء مالتي، راح اسلك هذا الشارع على طوله بنوب اخذ يسرى، اروح النقطة الانطلاقة مالتي اللي بديت من يمها. ومثل ما قلت تابعوني على اليوتيوب وصعدوا قناتي، وبحاجة الى مشتركين حتى فعل الارباح مالتي مال قناتي على اليوتيوب، حتى اشتري كاميرا ومن الطياره، واشتري كاميرا متنقله يدويه حتى وين ما اروح اصور لكم. وعد ادعموني اصور لكم كل شيء، كل شيء تردون اصور لكم، مستعد اجازف وين ما كان اروح اصور. طبعا جاي اشوف نسوان تمشي قدامي بالفيديو، ما جاي تبين عندكم مسافة، بعد عني مسافة يعني كلش كبيرة. اللي قبل ما تحمل كاميرا جو حار، وتعرفون جو العراق شلونه، اللي هنا راح اقطع الفيديو وارجع واقول تابعوني في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا قناتي على اليوتيوب، صعدوها يلا ادعموني باللايكات وتعليقات واشتركوا بالقناة. يلا قناتي اسمها احمد رحمان شاع بالعربي والانجليزي، او تكتب فريق المهارة للتايكوندو يطلع لك القناة مالتي على اليوتيوب. وودعناكم وتابعونا، باي باي حبيتكم.